القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 8211 قاموا رتابقس جزء من الشباك احتفالا بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على حساب اليوفنتوس، حيث سار على طريقة بيكيه في الاحتفال. هذا وربما تعد تلك المباراة هي ختام مشوار موراتا رفقة الريال، حيث وصل الميلان لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع النادي بشأن انتقال نجمه في فترة الانتقالات الصيفية. تصنيفات الخبر: بيكيه، ريال مدريد، موراتا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.